ان شاء الله تبقى الدكتوره ايه بعد 20 سنه، بكالوريوس علوم جامعه عين شمس قسم سنه 20، يعني هي موديلها 2012. لا بحث 51 يلا يا عنواني البحث بتاعنا النهارده هو عباره عن اسم سنسس اوبيرتيف. كيف البحث مؤسسه الاستاذه الدكتوره ساره مخايل بتتفرغ لمعقد الدراسات قسم التكرير معهد حسن الدكتور، الاستاذه الدكتوره لميا سعد محمد استاذ باحث معهد حفظات قسم التكرير بمعهد حسن الدكتور، الدكتوره داليا رضوان استاذ مساعد بمعهد حفظات الشمس والتحديد. في الاول خالص عاوزين نعرف يعني ايه جرافين. الجرافين هو عباره عن كربون ماتيريال و2 دايمنشن ستراكشر اوف اس بي 2 بوند هيبتايز كربون اتوم ان هاند كاوند كريستال. الجرافين ليه خواص كتير جدا جعلتنا ان احنا يعني الهدف بتاعنا احنا عاوزين نحضر الجرافين عشان الخواص بتاعته زيه ان هو از كيميكالي ذا موست رياكتيف فورم اوف ذا كربون، هو ليه هاي الكتريكال اند ثيرمال كونداكتيفيتي وبيعتبر از سينست اند سترونجست ماتيريال ان ذا وورلد. الخواص دي خلته ان هو بيدخل في العديد من الابلكيشن زي ان هو ممكن يستخدم كميتال فري كاتاليست ويستخدم في ريموفال سلفر فروم كروب اويل ورينفورسمنت فور بوليمر نانوكريستال. في طرق كتير استخدمت لتحضير الجرافين من الجرافات اوكسايد زي الكيميكال ميثود. الكيميكال ميثود كانوا بيستخدموا فيها ديفرنت ريديوسنج ايجنت زي الهيدرازين وزي الصوديوم بوروهيدرايد، ولكن كانت المشكله ان هم كانوا عباره عن very toxic, oxidative, carcinogenic, and expensive. الحاجات دي خلته ان هو ما اقدرش ان انا استخدمه في large scale production. تاني طريقه كانت عباره عن thermal method. thermal method كان بيستخدم high temperature من 1000 ل 2000 وده طبعا بيحتاج high energy. تالت طريقه هي عباره عن green method. استخدموا فيها الاسكوربيك اسيد والشوجر والتانيك اسيد والجرين تي والايثانول، طبعا دول less toxic or more non toxic reducing agent. الايم اوف زاور الهدف بتاعنا ان احنا نحضر الجرافين باستخدام تو فريندلي انفايرمنتال بروسيس وهم الجرين تي والسولف ثيرمال ميثود. السولف ثيرمال ميثود باستخدام الاسم كريدوسنج ايجنت. تاني او الجزء التاني من البحث هو ستادي ذا اسم كونفرجن ديورنج اوكسيديشن ريدكشن في الاكسبيرمنت. اول حاجه احنا استخدمنا الجرين تي كريدوسنج ايجنت وعلى اعتماد وجود مجموعات البولي فيول بيكون في مجموعات البوليفينول. مره استخدمنا الجرين تي از تيست ومره استخدمنا اكستراكت بوليفينول از سكرايب بيونج. استخدمنا الجرين تي از تيست عن طريق ان انا جبت الجرافايت اوكسايد ضفت ليه الجرين تي باودر وعملت مره ريفلكس ومره سيليكيشن. الطريقه الثانيه ان انا عملت اكستراكت للمجموعات البوليفينول الموجوده في الجرين تي عن زي الفيشر اللي كانت بتقول وجبت الاكستراكت سوليوشن وضفت ليه الجرافايت اوكسايد وبعد كده عملت سوليكيشن وبعد كده ريفلوكس. تاني ريديوسنج ايجنت استخدمته كان هو عباره عن الايثانول عن طريق ان انا جبت الجرافايت اوكسايد ضفت ليه الايثانول وحطيتهم في اوتوكليف رياكتور وغيرت الكونديشن عشان اقدر ان انا اوصل لاحسن كونديشن تحضير الجرافيت. الكونديشن اللي احنا غيرناها كانت عباره عن التمبريتشر والتايم والاماونت اوف جرافايت اوكسايد. عملت كاركترايزيشن للجرافين المتكون باستخدام الاكس راي والاي ار وثيرمال جيومتريك اناليسيس ترانسميشن الكترومايكروسكوب. الاكس ار دي باترن للجرافين اللي اتحضر باستخدام الجين تي لقينا ان انا الطرق استخدمت انا استخدمت ثلاثه تكنيك لتحضير الجرافين الريفلوكس سوليكيت والاكستراكت بوليفينول. في حاله الجرافين اللي اتحضر باستخدام الريفلوكس سوليكيت والسوليكيشن تكنيك الكاركترستيك دي الجرافايت اوكسايد ما زالت موجوده وده بيدل ان ما حصلش كومبليت ريدكشن للجرافايت اوكسايد، ولكن في حاله الجرافين اللي احنا حطيت باستخدام الاكسترات الكوليفين والتكنيك لاحظت ان الكاركترستيك دي بتاع الجرافايت اوكسايد حصل لها ريموفال وانت كونت البيت الخاصه بالجرافين. عشان كده احنا قلنا ان الاكسترات الكوليفين والتكنيك هي دي كانت افضل طريقه لتحضير الجرافين. ومنها اتاكدت ايضا باستخدام الـ FTIR لان الـ Intensity Characteristic B بتاعت الجرافات اوكسايد قلت زي الـ OH وزي الـ CWO وزي الـ COC.
الاكس ار دي باتر الجرافين اللي استخدم اتحضر باستخدام الاسمنت. لاحظنا ان ال الاول رياكشن تمبريتشر كاركترستيك دي بتاع جرافيت اوكسايد اختفت، ولكن كان الفرق اولا في الشيفت بتاعت البي. ثاني حاجه البرودنج بتاع البي، البرودنج بتاع البي ده بيدل ان السامبل اللي عندي يحتوي على سنجل او فيو لير من الجرافين. نفس الكلام اكدته الاف تي اي ار عن طريق ان التنس بتاعت البي قلت، وده بيدل ان انا حصل عندي ريموفال للاكسجين فانكشن. التي جي اي اوف جرافين وضحت لي ديكريس في الجود بلس، والديفرنشال سيمبل اناليسيس وضحت ان انا كل ما كانت التمبريتشر بتزيد والاماونت جرافيت اوكسايد بيزيد والتايم بيزيد، كل ما كانت الانتنسيتي الخاصه بتكوين الاس بي 2 كربون بتزيد. التمبريتشر بروبرتي برضه لقينا ان السيرفيس اريا بتاعت الجرافيت اوكسايد كانت حوالي 49 والجرافين 220، وده بيدل ان حصل اكسفوليشن وكونا الجرافين. ايضا التم ايمج الجرافين وضح تكوين ترانسبيرنت شيب من الجرافين. تاني جزء من البحث هو عباره عن ستادي اوف اسم كونفرجن لير اوكسيديشن ريدكشن اكشن. في حاله استخدام السولف سيرمر للسولف سيرمر ميثود انا عملت حاجتين، حضرت السوليد اللي اتكون واثبتت تكوين الجرافين. الجزء الثاني من البحث ان اخد الليكويد اللي طلع وعاوز اعمله اعرف ايه الليكويد اللي طلع ده عشان اقدر استنتج الاوكسيديشن ريدكشن اكشن اللي حصل. لاحظت ان انا عندي ان الكونفرجن بيزيد كل ما درجه الحراره بيزيد، وصل لحوالي يعني عند 250 درجه وصل حوالي 90%. نفس الكلام بالنسبه للتايم، كل ما التايم بيزيد لاحظت ان الكونفرجن عندي زاد لحوالي 98%، وايضا عند زياده الاماونت الجرافيت اكثر. الاسم كونفرت البرودكت اللي عندي كانت عباره عن الاسيرين والاسيتال دهايد والاسيتون والاسيتيكين. لاحظنا ان السلكتيفيتي الاسيتون كان هو عباره عن المين كونفرتر برودكت بتاع رياكشن تمبريتشر عند 250، ولما الصايم بيزيد ولما الاماونت الجرافيت اوكسايد بيزيد، وده بيكون على حساب نقصان الاسيتال دهايد والاسيرين. وده بنرجحه ان الاسيرين بيكون عند درجه حراره عاليه يحصل له بوليمرايزيشن تحول ل بولي اسيرين، والاسيتال والاسب اللي حصل له ليها ديهايدروجينيشن تقول الاول الاسيتال دهايد، والاسيتال دهايد حصل له الفا كوندنسيشن تقول الاسيتون، وده اللي احنا بنلاحظه في تكوين الاسيتون. كونكلوجن، نجحنا في تحضير الجرافين عن طريق استخدام تو ديفرنت بروتوسيد ايجنت زي جرين تي وزي الاسما. في حاله الجرين سي كان افضل فيها عباره عن اكستراكت والتكنيك. في حاله الاسمنت كان الاوبتيمال كونديشن لتحضير الجرافين عباره ان يكون تمبريتشر 250 والتايم 6 ساعات والاماونت الجرافيت اوكسايد 5 كرون. وفي نفس الوقت حضرت بريبريشن اوف فاليبل برودكت اللي هي كانت عباره عن الاسيرين والاسيتال دايت والاسيرين والدايسايكوس.